نتحول معكم مباشرة إلى موسكو، وكلمة لوزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف خلال اجتماعا مع الدبلوماسيين طردوا بعد تداعيات قضية تسميم الجاسوسي المزوج سكريبال. تعرفون أننا قد قمنا بالرد بشكل واضح ولن نقوم إطلاقا. الانصياع إلى لغة التهديد، هذه ليس اللغة التي يجب التكلم بها مع روسيا الاتحادية. سنقوم دائما بكل ما يجب لحماية أمني وكرامة مواطنينا وسيادتي ومصالح روسيا الاتحادية بكل ما يتفق مع القانون الدولي. أريد أيضا أن أعرب عن امتناني وأنقل امتناني لأسركم الذين كانوا معكم ويعانون معكم هذه الأوضاع غير البسيطة التي صدمتم بها في الخارج. وكما تعرفون فإن قيادة روسيا الاتحادية قامت بكل ما يلزم من أجل أن تكون عودتكم إلى وطنكم مريحة بأكثر ما يمكن وفق الظروف الطارئة التي بارزت والتي قام الامور السيئه التي قام بها البلدان التي كانت تستضيفكم. انا مقتنع ان عملكم اللاحق سيكون فعالا وموثوقا به، وسنقوم بكل شيء بغض النظر عن الوضع الذي برز لانقطاع مهامكم. عدد الكبير من الدبلوماسيين، سنفعل كل شيء لأن تكون إجازتكم القصيرة ستنتهي ولتخرجوا إلى عملكم في الساحات السياسية الخارجية لبلدنا الكبير والواسع. أريد أيضا أن نتمنى لكم كل الخير وسأكون مستعدا للتواصل معكم إن كان لديكم أي من الأسئلة، ولكن بداية سنودع أصدقائنا من الصحافة. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا وإياكم من موسكو كلمة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وذلك خلال اجتماع مع الدبلوماسيين الذين طردوا بعد حادث تسميم الجاسوس الروسي المزدوج سيرجي سكريبال. وقد أكد وزير الخارجية في هذه الكلمة على أنه سيتم توفير كل شيء من أجل هؤلاء الدبلوماسيين حتى يكون هناك عودة آمنة لهم ولأسرهم مرة ثانية في الخارج، واستنكر بشدة اللغة التي يتعامل بها الغرب مع روسيا الاتحادية. ووجه الشكر أيضا لأسر الدبلوماسيين ولهلاء الدبلوماسيين أيضا الذين قد عانوا في الفترة الماضية، وذلك أيضا بعيدة طردهم من هذه الدول على سبيل المثال بريطانيا وغيرها كالولايات المتحدة الأمريكية.